اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية أن بإمكان إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس هو أمر غير كاف لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة، داعية إلى وقف لإطلاق النار. وقال بول أوبراين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه أيضا منظمات هانديكاب انترناشونال وأوكسفام وأطباء بلا حدود وأطباء العالم وسيف ذا تشيلدرن، إنه أمر غير كافي، وهو بالتأكيد غير كافي على صعيد حقوق الإنسان.